السعودية مس يوسف فرانسوا غويت، أهلا وسهلا. أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي سادتي أيها الضيوف الكرام، يسعدنا زوجتي حليمة وأنا أن نستضيفكم للسنة الثانية على التوالي في منزل فرنسا كي نحتفي سوية بالشعر، وأعني بالشعر تقاسم اللغات والثقافات على مستوى العالم. فكما قال كما كان يقول الشاعر الفرنسي المشهور فيكتور هوغو: تملك بعض الشعوب فقط سجلا أدبيا، أما الشعر فهو خاصة جميع الشعوب. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour la deuxième année consécutive, j'ai le grand plaisir avec mon épouse Halima de vous accueillir à la résidence de France pour célébrer la poésie.